تفاصيل النشرة، أهلا بكم. في جلسة مكاشفة ومصارحة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما تمر به مصر الآن هو بسبب سنوات طويلة من عدم مواجهة الأزمات والمشكلات المتراكمة، حيث كان المسؤولون يخشون من رد الفعل في حال اتخاذهم لقرارات اقتصادية غير شعبية، مؤكدا أن الدولة تسلك الآن مسارا مختلفا وهو مواجهة الرأي العام بالحقائق. في مداخلته في ختام جلسة مواجهة ارتفاع الأسعار، ما بين المسؤوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن، أكد سيادته أن مصر لن تحقق التقدم المنشود إلا بسواعد أبنائها وبالعمل والإنتاج، مشيرا إلى قيام القوات المسلحة بدور تنموي ضخم للحفاظ على أركان الدولة بعد الظروف الصعبة التي مرت بها مصر. باعتبارها واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام والمواطن المصري هذه الأيام، جاءت الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثالثة حول مواجهة ارتفاع الأسعار، والتي عرض خلالها الحضور الأسباب والحلول ودور الحكومة في مواجهة الأسعار وضبط الأسواق. وخلال الجلسة أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن هناك العديد من الأسباب وراء تلك الظاهرة. وتحرير سعر الصرف كان ليه دور، إذا أخذنا في الاعتبار أن مصر بتستورد نسبة لا بأس بها، نسبة كبيرة من بعض السلع الغذائية الرئيسية. نستورد قمح نسبة تتعدى أو تصل إلى أكثر من 50%، نستورد ذرة، نستورد زيت طعام بنسبة 95%، نستورد سكر حوالي 30% عشان نستكمل احتياجاتنا، نستورد شاي، لحوم، دواجن نسبة حوالي 10-15%. يبقى إذن في عندنا سلع غذائية رئيسية بيتم استيرادها من الخارج. هناك تأثير بالتأكيد مباشر لارتفاع سعر الصرف على أسعار هذه السلع. ناس كتير بتقول لي طب إحنا كمواطنين وقع الارتفاع علينا شديد. ليه؟ عندنا النهاردة بحث بيجري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو بحث الدخل والإنفاق. هذا البحث بيورينا إنه متوسط انفاق الأسر المصرية على الغذاء بيصل إلى في المتوسط إلى 34%. الباكج بتاعت الغذاء دي بتبقى شق كبير قوي منها السكر والشاي، بيبقى شق كبير قوي منها الزيوت، الأرز، الحبوب، القمح، وهذه أشياء بنستوردها بشكل أساسي. فيبقى طبيعي جداً إن إحنا نشعر كمواطنين بأنه عبء ارتفاع الأسعار وقع علينا بشكل كبير. حلول وأطروحات تم استعراضها خلال الجلسة لمواجهة ارتفاع الأسعار، من بينها ما أكدت عليه الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بالعمل وزيادة الإنتاج. وفي أصعب ظروفنا كنا دايما ملتزمين بتقديم الدعم للفقراء، ولكن لا يحمي المواطن إلا العمل. إحنا دولة بنات 15% من البنات بيتجوزوا تحت سن 18 سنة، 22% بس من الستات اللي بيشتغلوا. إذا ما اشتغلناش مش هنخرج خالص من دائرة الفقر. وعندي أسواق وعندي مناطق لوجستية، هيبقى عندي الإنتاج بتاعي منظم وجيد، ولكن لابد أن يكون هناك بالإضافة إلى منافذ التوزيع أن تكون هناك السلاسل، وهذه السلاسل الجميع، مش عايز أقول أسماء سلاسل، إنما الجميع يريد أن يشارك لسبب مصر كسوق، مصر جيد جدا. صناعة الصناعات الغذائية من أعظم الصناعات، متقدمة وبتصدر. ولم يغب عن هذه الجلسة دور الشباب في تقديم الحلول المناسبة لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق. تكثيف الرقابة على كافة المجمعات الاستهلاكية وموزع السلع التموينية من تجار التجزئة لضمان عدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء. 2. تكثيف دور جهاز حماية المستهلك وتفعيل الخطوط الساخنة الخاصة بالشكاوي والرد عليها وإعلان النتائج اللي توصلت إليها. زيادة دور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. زيادة الأسواق المركزية على مستوى الجمهورية، وده هيتم من خلال إنشاء عدد من الأسواق المركزية الكبيرة بتتوزع على مختلف أنحاء الجمهورية. فكرة المشاركة الإيجابية بالإبلاغ عن المحتكرين أو أي حد بيتلاعب في الأسعار، الاستجابة لحملات المقاطعة، ده هيبقى له عنصر أو عنصر فعال في التأثير على الأزمة أو في الحد من الأزمة زيادة الأسعار. إحنا ممكن فكرة زراعة الأسطح، ده هيوفر العبء عن المواطن نفسه وممكن يساعد في توفير يعني تقليل الطلب على بعض السلع في السوق، فده هيبقى له دور كويس.
والتصدي للشائعات برضو ده دور مهم للمواطن. وعلى مدى ما يقرب من الساعتين والرئيس السيسي يستمع ويدون ملاحظاته ليأتي تعقيب سيادته موجزا وملخصا لما آلت إليه الأوضاع في مصر نتيجة لسنوات طوال من عدم المواجهة. إذا كان ده محصلة سنين طويلة من عدم المواجهة وسلبيات كبيرة جدا في الأداء، وأنا ما بقصدش والله إسقاط على أي حد ولا الإساءة لأي حد، لكن ده الواقع. الناس كانت بتتحسب من اللي انتوا فيه دلوقتي وتخوفت منه على مدى أكتر من 50 سنة إنها تاخد إجراءات لبناء دولة حقيقية تقف على رجلها وتبص لمستقبلها. خافوا من رد الفعل اللي موجود عندنا ده، وعشان كده ما عملوش الإصلاحات وفضلت الأمور تتراكم وتتراكم. ولم يخفى على أحد دور القوات المسلحة في إحداث التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري، حقيقة أكد عليها الرئيس السيسي خلال كلمته في هذه الجلسة. حجم التحدي ما زال قائما. طب تصدقوا، قسما بالله الجيش بيقوم بدور تنموي موازي للدولة بالضبط لأجل ما تقعش مصر. التحدي ده الدولة مش هتقدر تعمله لوحدها، انتم مستعدين تحطوا كل قدراتكم في دعم حركة الدولة، حطوا ايديكم في ايدين بلدكم مش في ايدي انا. اسباب وحلول واطروحات لمشكلة باتت تؤرق الحكومة قبل المواطنين، والهدف هو اثبات الذات والوجود لدولة تعصف بها الكثير من التحديات. محمود اسماعيل، التلفزيون المصري. لمزيد من المتابعة ينضم الينا هاتفيا سيادة النائب مدحت